في التاي كانت عامله ازاي يعني؟ اوصف لنا. يا كاكسبيرينس ليا كانت، انا استفدت منها كتير قوي. والنادي كان في الاول ماشي كويس قوي، كنا ماشيين مركز تاني، بعد كده ابتدى مركزي يقل يقل، حصل شويه مشاكل الفريق عامه مع رئيس النادي ومشوا المدرب. بعد كده طلعوا لنا مدرب الناشئين وقال لك احنا مش هنصرف تاني، فسابوا لنا مدرب الناشئين. ابتدى عايز يلعب باللعيبه الاتراك بس، فابتدى يلعب بالاتراك، قعدنا نخسر نخسر نخسر. بعد كده مشوه اخر 9 ماتشات او حاجه زي كده، جه مدرب تاني قال لي انا هلعب بيك وانت احسن مهاجم موجود. فلعبت، كنا ساعتها في شهر رمضان، قال لي يا اما تفطر يا اما مش هلعبك. قلت له انت ليك مجهودي في الملعب، تمام. غير كده قام لي لا، ما انت يا هتفطر يا انا مسلم زيك، بس انا بقول لك يا هتفطر يا مش هتلعب بس. فلعبت ماتش، اول وانت ماتش صايم. تمام. في فينرباخشة جبت جون. بعد كده الماتش اللي بعده لعبنا كونيا، بعد كده قعدني ما قال لي مش هلعبك غير لما تبقى فاطر بس. فما لعبتش 4 5 ماتشات، وبعد كده لعبوا بالناشئين و مع ان البدايه فعلا كانت ممتازه، احنا وكنت كنا كل ماشيين مباراه تاني. بتتابع اهداف او اسيستات ياسر. انا جايب هناك 9 اجوان مظبوط. وما لعبتش كتير، يعني لعبت مظبوط. قليل قوي، حتى لما كنت بقعد بنزل كانت بتبقى دقايق، يعني بتتحسب ماتشات بس هي دقايق مظبوط. مش. صح مظبوط. طيب خليني اروح معاك لنقطه الصفقه التبادليه. شادي حسين من سيراميكا كليوباترا للاهلي، احمد ياسر ايام من الاهلي لسيراميكا كليوباترا. اكيد شفت ما احاط بالصفقه، ما بين اهلاويه بيقولوا المستقبل اللي احنا فرطنا فيه، ما بين ناس ده ابننا اللي ممكن يكون فاهم الدنيا، وبعد كده الناس تتكلم على انه كده سيراميكا كليوباترا واضح انه مستفيد قوي هو من القصه على الناحيه الهجوميه، وبعديها لدرجه الناس بقت تعمل مقارنات ما بين احمد ياسر ريان وشادي حسين، وبعدها بايام بنشوفك انت حتى في الفرح بتاع شادي. كلمني عن القصه كلها كده، انت شفتها ازاي كصفقه تبادليه؟ يعني شادي في الاول، انا كنت لما كنت بلعب معاه كان برضه بيلعب معايا فيرو التاني، مظبوط. وكنا بنلعب مع بعض وعملنا جوان كتير لبعض وعملنا موسم كويس قوي. فشادي في الاول وفي الاخر هو ملوش علاقه باللي حصل، يعني انا وهو اصحاب وزي ما احنا، مفيش اي مشكله. حتى انا رحت له الفرح اول امبارح لقيت الناس واخدها اللي هو ده علشان ما يعملش مشاكل، لا هو صاحبي انا رايح له مظبوط. صح فرح صح بس. احيانا احنا كاعلام بنأفور شويه. انا عارف انا لا عارف. لا بس هو في الاول وفي الاخر هو صاحبي، ويعني ملوش ذنب، يعني هو واحد اجتهد وراح النادي الاهلي، انا واحد رجعت من التاي، النادي الاهلي شايف ان انا ماليش فرصه الفتره دي دخلني في الصفقه. هنا في مصر الناس بتشوف ان ده دخل صفقه مع ده، يبقى اقلل من اللعيب ده وبزود من اللعيب ده. مفهوم. لا هي القصه مش كده، صح. هي القصه ان ده لعيب وده لعيب. سيراميكا كليوباترا شايفه احتياجاتها فيا، النادي الاهلي شايف احتياجاته في شادي، فخلاص ده اتفقت مع مستر طارق والتاني اتفق مع كابتن خطيب وخلاص الموضوع خلص من غير اي مشاكل. وما يعني انا يعني مع كابتن خطيب ما فيش اي مشاكل، مع النادي الاهلي ما فيش اي مشاكل، مفهوم. وطلعت بطريقه كويسه، وانا مش زعلان من النادي الاهلي ومبسوط ان انا خدت خطوه زي دي. فانا يعني بركز دلوقتي مع مفهوم. كليوباترا وما برافو. عنديش اي مشكله. تقول ايه للجمهور الاهلي بعد نهايه الرحله على الاقل حاليا؟ طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي، وقف جنبي كتير قوي، وفي الاول وفي الاخر انا واحد من الجمهور، وطول عمري كنت في مدرجات من وانا صغير، فبشكرهم على الفتره اللي انا قضيتها في النادي الاهلي، قعدت 18 سنه موجود في النادي. فهي صعب طبعا ان انا اخرج من النادي الاهلي بس الحمد لله. هي دي الحياه، الحمد لله. الحياه مراحل،